مستحيل أن يقدم، مستحيل أن يقدم الإعلام التركي الحقيقة، مستحيل أن يقدم الإعلام التركي الحالي في ظل هذه الظروف الراهنة أن يقدم للشعب التركي الأخبار الحقيقية كما هي. لماذا؟ لماذا؟ يعني أردوغان أصلا بواقع مهامته الرئاسية هو غير، هو شخصية غير مسؤولة، مع ذلك هو يتدخل في الشؤون الخاصة بالحكومة بالسلطة التنفيذية دوما ويخرج على المبادئ القانونية والدستورية، يخرج على المبادئ القانونية والدستورية. مع ذلك أردوغان يعني ينتهك الدستور والقوانين في البلاد، و ينتهك القوانين والدستور في البلاد، ويفرض على أو يعني يسعى لقمع كل من يرفع صوتا معارضا له ولنهجه في البلاد بأساليب القمع المختلفة بقى. نعم يعني بس أخلص من هنا أنه حضرتك بتؤكد أنه مستحيل أنه الإعلام التركي يقدم الحقيقة في ظل حكم أردوغان. يعني مثلا أقول أضرب مثالا، يعني موقع زمان عربي مثلا الآن يعني لا يمكن أن يحصل على معلومات صحيحة من المواقع الإخبارية التركية.